كلام كتير. ويمكن طبعا كنت بتكلم وانا بسأل حضرتك ان بعض الامور التحكيميه يعني الانديه كلها، يمكن المهندس فرج عامل كان معايا من شويه برضو اتكلم على جزئيه تحكيم النادي الاهلي في مباراه البنك الاهلي نادي الزمالك في اسوان، عندنا نادي الاسماعيلي، رايك في هذه الجزئيه كابتن؟ انا معايا كابتن رضا البتاجي على فكره، بعد ان شاء الله بعد حضرتك ان شاء الله هنتكلم باستفاضه في هذه الجزئيه. شوف يا فاروق، الفار ما بيشتغلش لوحده، طالما دخلت في ايد البشر ف لا يمكن هيبقى 100%، لا يمكن. بس كابتن وبعدين احنا بنتكلم بره، الموضوع بيصل لنسبه عاليه من النجاح في جزئيه. هقول لك على حاجه، اعتقد انا غير فني، لكن الفار اللي عندنا 128 عربيه، 128 قديمه. الفار اللي احنا بنشوفه في اوروبا مرسيدس حديث، بيجيب من الجنب ده ومن الجنب ده والخط، ويعمل لك الخط في الملعب و... ما هي يعني هنيجي نقول ان احنا دي بدايه. لا مفيش بدايه اخي، نبدا من اعلى نقطه. ليه نبدا من تحت يا فاروق؟ طالما دفعنا ما ينفع ندفع الضعف يا سيدي، طالما دفعنا يجي لك حاجه حلوه. مش عايز الكلام دي حاجه. الحاجه الثانيه، الفار لازم الناس لازم تبقى عارفه الفار حاجه كويسه، بس اللي بيشغله بشر. ولذلك انا بقى في حاجه عايز اقولها، الحكام مش محدش هيساعد الحكام اللي احنا، حكام مصر من احسن الحكام في افريقيا كلها. ولذلك وده بيان من اتحاد الكره قاله بعد طبعا عده البيانات. يا فاروق كلنا نعلم، وانت لعبت مع النادي الاهلي في افريقيا وعارف الحكام طبعا. حكام مصر مش هيخليهم يقفوا على رجليهم الا عناصر اللعبه، الاجهزه الاداريه والاجهزه الفنيه واللاعبين في الملعب. واللاعبين في الملعب المرايه بتاعتهم الجهاز اللي قاعد بره. والجهاز ما ينفعش، كل الفرق بتقلد الفرق الكبيره دلوقتي. كله بقى 10 على خط اللي بيعترضوا يا فاروق. كلام مش مظبوط. انا هقول لك على حاجه، مثل بسيط بدول الخليج. دول الخليج مع احترامنا لحكامهم لكن في اخطاء، واخد بالك؟ تمام. المنظومه محميه بالقوانين. خد بالك من الكلام ده يا فاروق، المنظومة الحكام محمية بالقوانين، والقوانين صارمة، ولما يتخذ قرار في العقوبات لا يمكن حد يقدر يتدخل في هذا القرار. ولذلك منظومة الحكام ناجحة بنسبة 100% حتى مع الأخطاء. هنا في مصر لازم احنا نحافظ على الحكام بتوعنا وندفعهم للأمام. ما ينفعش عملية الاعتراض بهذا الشكل. وبعدين نقعد يا فاروق انت، وكل نادي حكم بيصفر، بص الحكم بيصفر خمسة ستة داخلين بمراخيرهم في مراخيره. ما ينفعش. صحيح. لازم الناس تحترم التحكيم وتحترم الحكام عشان الحكم يقوم بالمهمة بتاعته على اكمل وجه. طيب كان السؤال الاخير يا كابتن حضرتك، يعني يمكن قبل ما انهي الفقره مع حضرتك، ان كان في اجتماع خاص باتحاد الكره او اللجنه اللي بتدير اتحاد الكره، كان في توصيات من الانديه خاصه باللاعبين الاجانب في مصر، وان هم عايزين يزودوا عدد الاجانب في مصر في هذا الموسم لخمس لاعبين. ايوه. هل بقى ممكن يبقى منهم حارس مرمى؟ يعني الخمس لاعبين الاجانب دول بدل ما هم اربعه يزيدوا لخمسه ومنهم يبقى حارس مرمى. كابتن فكره حراسه المرمى في مصر لو بقى في رجع، طبعا احنا بنتكلم من 2009 تقريبا كان قرار كابتن الزاهر بعدم وجود حراس مرمى اجانب، ده لقينا بقى ايه نجوم كبيره، اسم الحضري، لقينا عبد المنصف، عبد الواحد طبعاً. احنا عندنا دلوقتي محمد الشناوي، احمد الشناوي، ابو جبل، جنش، عواد، صبحي، محمد صبحي الكبير، محمد صبحي الصغير، محمود جاد، عشان اقول برضو الاسامي كلها، حسن شاهين، المقاولين، محمد بسام، الجيش، عبد المنصف، دجله، عمر رضوان، اسوان، اسلام طارق، دول مجموعه من الحراس طبعاً المميزين، محمود جاد امبي. تخيل بقى كابتن لو ابتدينا نشتغل على نص دول الحراس المرمى الاجانب. بص إيه اللي ممكن؟ اولا لازم الانديه تراجع نفسها تاني، اللي هم كانوا مجتمعين مع اتحاد الكوره وساهموا في هذا القرار. هو لسه لغايه دلوقتي القرار يعني في توصيات، في توصيات القرار. طبعا نتمنى ان ما يحصلش هذا الكلام، وملناش دعوه لما نقول طب بصوا اوروبا عندهم حراس من البرازيل ومن مش عارف مين. مالكش دعوه باوروبا،
احنا هنا لو عملنا الموضوع ده هتلاقي 90% من الأندية عندها حراس أجانب، وهنقضي على العدد اللي انت قريته دلوقتي من الحراس كلهم مميزين يا فاروق. ده احنا عندنا مميزين كمان، يعني دول اللي بيلعبوا اللي انت بتقول عليهم دول اللي بيلعبوا كابتن. الله ينور. احنا عندنا جزء كمان ما بيلعبش مميزين خطأ جدا برضه. اكبر خطأ ممكن يحدث ان يلغوا المادة دي من اللوائح بتاع اتحاد الكرة. لازم هات اجانب زي ما انت هتجيب، وطبعا في البعض اللي هو من الشمال الافريقي اللي هو لا يحتسب على الاجانب، لكن انا ضد ان احنا نلغي هذا القرار ونوافق على حكام اجانب على حراس اجانب، وده هيبقى اكبر خطأ في حق كرة القدم في مصر. انا نسيت شريف اكرامي برضو، يمكن طبعا يعني ضمن الاسامي أيوه. من الحراس المميزين. طبعا 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 انا مع حضرتك في الجزئية دي، في جزئية طبعا حراس المرمى المصريين اكيد في ظل تواجدهم من غير اي حراس مرمى اجانب الامور بالنسبه لهم متاحه ان هم يقدروا ويتنافسوا مع نفسهم، مش عايز الكلام عشان منتخبنا الوطني في الاخر هو اللي يستفيد. كابتن مشير بشكر حضرتك.